لو بتعاني من هيشان في الشعر وشعرك فيه نفشة وفيه تقصف وشعرك مش ناعم خالص ومش بيطول، يبقى لازم تجربي الوصفة دي، تطويل وتكثيف الشعر ومنع التساقط، وكمان بتعالج النفشة والشعر التالف وتقصف الشعر. تابعي الفيديو للآخر وعرفي ازاي بتعملي الوصفة دي، ومتنسيش اللايك والاشتراك في القناة. وطبعا زي ما انتم متعودين مني، كل وصفاتي طبيعية 100%، ما فيهاش اي كيميكال خالص، ما فيهاش حاجات هتأذي لك شعرك او بشرتك، كلها حاجات طبيعية 100%. بس اهم حاجة انك تستمري على الوصفة دي عشان تلاقي النتيجة اللي انت عايزاها. اول حاجة بنستخدمها وهو الصبار او جل الالوفيرا. انا عندي الشجرة منها نفسها وباخد منها الجذور. لو انت ما عندكيش الشجرة ممكن تجيبيها، او ممكن الاحسن يعني ان انت تستخدمي الشجرة نفسها، بلاش الحاجات الجل اللي بتتباع في الصيدليات او في الاماكن في اي مكان. لا، لازم تكوني عندك الشجرة نفسها، جيبيها من اي مشتل او من اي مكان بيبيعوا فيه صبار. الحاجات دي اوقات بتتباع في الشارع كمان. المهم بنجيب الصبارة وبناخدها وبنغسلها كويس قوي، وبنقطع الشوك منها ونبدأ نقطعها زي ما انتوا شايفين كده بالقشرة بتاعتها بعد ما نكون غسلناها. انا حطيت تقريبا الجذر كله، هو صغير فانا حطيته كله، قطعت مكعبات وحطيته. جل صبار بيرطب الشعر جدا، وكمان بيقلل جدا التلف والشعر المنفوش بسبب الحرارة والرطوبة، شعرنا بينفش بالذات في الحر، فده بيقلل جدا النفشة دي. وكمان جل الالوفيرا بيساعد في تطويل ومنع تساقط الشعر، وبينبت الشعر وبيطلع شعر جديد، فهو من الحاجات الحلوة جدا اللي كل الناس بتنصح ان هم يستخدموها للشعر. المهم بعد ما قطعناها كويس قوي بنحطها في اي حل عندنا نقدر نطلعها على النار. وبعد كده بنجيب حوالي معلقتين كبار من بذور الكتان. بذور الكتان من او جل بذور الكتان من الحاجات الحلوه جدا اللي انا بحب احطها على شعري عشان بترطب الشعر جدا. بحس ان ملمس الشعر بعد ما بستخدم الوصفه دي بقى ناعم جدا، وبقى النفشه قلت جدا، وكمان مع الاستمراريه عليها بتطول الشعر جدا. الوصفه دي بنحطها من اول الفروه لحد الاطراف، فبنحطها على شعرنا كله، فعشان كده بتغذيه بالكامل. والوصفه دي تقريبا بتعالج 99% من مشاكل الشعر، الناس مثلا اللي عندها تساقط، الناس اللي شعرها مش بيطول، الناس اللي عندها تقصف وتلف، فبيعالج كل المشاكل دي. المهم بعد ما حطينا معلقتين من بذور الكتان في الحله، بننزل عليها بحوالي كوبايه من الميه المعدنيه او من الفلتر او من الحنفيه عادي جدا. وبعد كده بنطلعها على نار هادية لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، لحد ما انا هوريكم بيغلي كده وبيبدأ يطلع فقاقيع كده، وبتبدأ المية تغلي وتترفع لفوق. ساعتها بطفي عليها وبسيبها تبرد شوية على جنب 15 دقايق، وبصفيها بعد كده وباجي استخدمها. المهم بعد ما بشيلها وببدا اصفيها من بذور الكتان ومن الصبار، وبعد كده بعد ما تكون بردت اهم حاجه، وبعد كده بيبقى القوام جل جدا. بنبدا نقسم شعرنا نصين، ونبدا نحط من اول فروه الراس، ونعمل مساج كويس قوي لحد ما الاطراف، لحد ما نوصل لاطراف الشعر خالص. وبعد كده يعني نغرق شعرنا كله بالوصفه دي، وبعد كده بنسيبها على شعرنا 2 3 ساعات ماكسيمم. وبعد كده بنغسل شعرنا ونستخدم الشامبو والبلسم وحمام الكريم، وبنعمل الروتين بتاع شعرنا عادي. لو انت من النوع اللي بعد ما بتغسلي شعرك بتكوني عايزه تشعري شويه كويه خفيفه، او لو بتكوني بتعملي طاقيه او البونيه، لو ما بتعرفيش تعملي يعني ايه طاقيه، طاقية دي تعتبر حاجة زي ان احنا بنخلي شعرنا يكون مفرود بس من غير حرارة ولا سشوار. فلو عايز تعرفي ازاي تعملي الطريقة دي اكتبي على اليوتيوب طريقة عمل الطاقية، وهتجيلك على طول بنات كتيرة بتعملها. نفذيها على شعرك بعد ما تكوني غسلتيه، هتلاقي وتسيبيها 2 3 ساعات كده وتفكيها، بعد كده بتلاقي شعرك اتفرد جدا وبقى حلو قوي من غير سشوار ولا مكوى. فالوصفة دي بنستعملها كل مرة بنيجي نغسل شعرنا. يعني انت لو انت بتغسلي شعرك مرة في الاسبوع او مرتين، لازم قبل ما تغسلي شعرك بساعتين تستخدمي الوصفة دي. اهم حاجة الاستمرارية، اعتبريه كأنه حمام كريم او كأنه بلسم. فلازم حمام الكريم او البلسم يكون في روتين الشاور دايما، فاعتبريه كأنه شيء اساسي. اعملي كمية وحطيها في التلاجة، اهم حاجة انها تحتفظ في التلاجة عشان ما تبص، واستخدميها كل مرة بتيجي تاخدي شاور. فالوصفة دي رائعة جدا، من الحاجات اللي هتلاقي نتيجة سريعة جدا في شعرك. اهم حاجة الاستمرارية. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم جدا ومع السلامة.